اسعد الله مساكم بالخير وسرور متابعينا غاليين، يا هلا وغلا باطق متابعين بالعالم. اليوم عندنا اعلان وتغطيه سريعه للكثير للسيارات. الكثير للسيارات من المعارض المعروفه على مستوى السعوديه، وهو بعد موزع عندهم سيارات، شركات موزع لشركات كثيره، بس من ضمنها موزع معتمد لسيارات شنجان. عنده مبيعات وعنده قطع غيار وعنده صيانه. فتح فرع عامل جديد بالشفا خاص لسيارات شنجان، وعنده فروع، قد صورنا فرع اللي موجود بحايل، وعندهم فرع بالمجمعة وبحفر الباطن وبالزلفي وبسكاكة، فعندهم فروع كثيرة. اليوم طبعا تم افتتاحه قريب، هذا اللي هو الفرع، راح نصور لكم وش السيارات الموجودة. وعندهم فوق كذا سيارات تجارب، في سيارات تجارب الحين راح نشوفها مع بعض، يعني تقدر انت تجي تجرب السيارة فرعهم اللي بالشفاء. ومقدمين لكم عروض ومقدمين لكم مميزات، وعندهم اغلب البنوك واشياء كثيره. تعالوا خلينا نشوف الحين. هذا فرع، بحط لكم لوكيشن وكل شيء. تعالوا مع بعض خلينا نشوف اسعار السيارات الموجوده عندهم والخدمات اللي طبعا اهم الخدمات اللي راح يقدمونها عندكم. اول شيء بنشوف سيارات التجارب بعد شوي. عندهم يا طول العمر تعاقدوا مع جميع البنوك وشركات التمويل وتقديم خدمه سريعه للعميل. تقدر تشري السيارة حتى لو راتبك 3000، طبعا تطبق الشروط والاحكام بدون تعريف راتب، بس برنت التأمينات. السيارات ابي نشوف اسعارها هنا الحين. الفروع ذكرنا لكم، وعندك يا طول العمر تقدر تقدم الطلب اونلاين، تقدر تشتري عن طريق الاونلاين وسهولة التواصل معهم. بحط لكم الرقم، بس خلونا نشوف وش السيارات اللي عندهم والاسعار. ما اقدر اصور لكم كل شيء، بس باخذ لكم مقتطفات، يعني زي هذا اليونيكي. خلينا نشوف سعره. قبل لا نبدا الفيديو هذا برعاية موقع حراج، حراج غني عن التعريف، ما في احد ما يعرفه، من اقوى المواقع على مستوى الشرق الاوسط بالبيع وبالكل شيء. تبي حراج سيارات، تبي عقار، تبي اجهزة، تبي مواشي موجود، تبي اثاث موجود، مستلزمات شخصية، تتعب وانت تشوف اي شيء تبيه، اي شيء تبحث عنه، اي شيء تبي تبيع، تبي تشتري، اي شيء. من المسمار الى اكبر عمارة موجود بموقع. نشوف لكم اليوني كي، هذا سعره 136,000، موديل 2025. سعره بكم الاجمالي؟ 136,000. داخلي لون جملي، اليوني كي الكروسوفر المعروف. شنجان ايدو شكل جديد، اقسم بالله يا هي فخمة، والله طالع كأنه اودي. عندهم سمارت وعندهم الليمتد الفل. أم اللون الأبيض طالع مجنون، مجنون اللون الأبيض مع تكحيلات الجنط، هذا أودي، هذا طالع كأنه سيارة من سيارات أودي. هذه الفل، راح تسكت بانوراما، وعينك على السعر ب 77,900 شامل الضريبة. هذا سعر شنجان إيدو 2025 الفل اللي تجي سكت بانوراما. الداخلية شوف هنا لون غامق، هنا أبيض، وهنا عندنا بعد هذه سمارت. سمارت راح تجي فتحه، والليمتد راح تجي سقف بانوراما. صرفيه البنزين انا اذكر جربتها اول ما نزلت، بس ما رحت على خط الحايل. اذا ودك نروح على خط الحايل ما عندي اي مشكله. شوف صرفيه البنزين 18.4 ماكينه 1500، وبتاكد كم قوه الاحصاء، بس مو معقول صرفيه البنزين 18، مو معقول. مسوي لنا تقرير احنا من قبل ومسوي لكم كل شيء. الباب خلي بشوف، هي تفتح كذا، شوف الداخلية ما شاء الله تبارك، اسمع صوت التشغيلة، شوف اسطبات الاي دي يا اخي، يو 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 يو، شوف هذا اللون الزيتي يقولون. يا اخي شكرا صديق الصيني، اقسم بالله شكرا، والله لولا الله ثم صديق الصيني كان ما نركب زي هالمواتر الفخمة. هذا هالسيارات هالتصميم وهالفخامة لو هي بسيارة من الشركات المعروفة والله ما تنقى من اقل عن 200,000. موتر زي هذا ب 70,000، الفل ب 77، انت متخيل يا صديقي؟ اوريكم حين الداخليه. لا تقعد تقول صيني ما صيني، قطع غيار موجود، صيانه موجود، وانا قايل لكم دايم اقول لكم لاي شركه اجربه او اعلن له صار لك مشكله، قطع غيار، صيانه، ما حلوا لك المشكله، سنابي وانستغرامي كلها موجودات هنا، احط لكم بالوصف، ترسل لي على الخاص. انا لاي شركه اعلن لهم اول شيء قطع غيار موجوده عندهم ولا لا. لو تلاحظون شوفوا، ما اعلن كل الشركات، ما اعلن كل احد، انا اعلاني للناس اللي عندهم قطع غيار، مراكز صيانه،
مواترهم تبيض الوجه هي اللي اكثر شيء يركز عليها. وبالنسبه لاي مشكله تصير لك حتى المدراء كبار التنفيذيين كلهم انا متواصل معهم مباشر وقايلين لي بندر اي مشكله تصير اي خلل اي قصور علمنا علمنا. يعني انت صارت لك مشكله بدل ما تشكي وما ادري شلون اكتب لي بس ارسل لي خاص قول بندر انا سيارتي كذا كذا ما حلوا لها المشكله وابشر وابشر بعزك انا اللي احل لك المشكله بس اكتب لي وارسل لي على الخاص. تاخرت عليك ارسل نقطه وبالانستغرام اللي هو نمره 2500 سناب ان ام ار نفسه بس في دت نقطه وبعدين 2500 بحط لكم بعد بالوصف. اي ملاحظه لاي مشكله لاي شخص اعلنت له في عندك مشكله صار اكتب لي وابشر باللي حله. ترى انت مهم يسمعون هذول هم الشركات انتم اهم عندي انتم رضاكم اهم من كل شيء انتم على ما قال تاج على الراس ما اقدر اخلي احد يزعلك. فاكتبوا لي اي شيء تبونه على الخاص او بالعام او اي مكان وابشروا باللي على ما قال يطيب. سيارات الكثيرة اللي هم منتشرين فروعهم اغلب شيء بالشمال الزلفي سكاكا تبوك معليش مو تبوك حفر الباطن المجمع حايل هذول كلهم فيهم مراكز صيانة وما بعد البيع كله. لانه اذكر انا اول صورت وجيت لهم حايل وبندر ما في قطع غيار الحين هذول فروعهم اللي موجودة باللي قلت لكم المدن موجود مركز صيانة وقطع غيار. هذه نقطة مهمة. شيء ثاني التجربة خلنا نكمل لك نبي شغل لك مصطبات الزيتي هذا ما شاء الله أنا جازلي قسم بالله جازلي الموتر بشكل عجيب هذا ما أدري شو أقول لكم بس لا شوف 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 الداخلية شوف الداخلية يا صديق شوف شوف الشاشة الكبيرة والشاشة اللي بنص بالله إيش رأيك أسألك بالله إيش رأيك شوف 178 حصان يعني لا شكل لا قوة. هذه السعر هذه سمارت تخيل هذه سمارت يعني هذه نصف فل سعره مع ضريبة بسبعين ألف بالله وش الموتر اللي يجيك يا ولد أرخص من الاكسنت هذه بالله شوف 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 دلع 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 هذه سمارت وهذه الليمتد شوف 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 الوان شوف الوان الموتر انا اذكره جاي هو فيت الانترا شوف حجمه شوف الحجم شلون مو معقول الحجم مو معقول ما شاء الله تبارك الله الجنط تروحون كلهم نفس الجنط هذه سمارت وهذه ليمتد الانوار ما مبخلين عليك بالنصف اللي حاطين لك بحط لكم انا التجربه اللي انا جربتها الموتر يفوز كتصميم يفوز ولا غلطه ولا غلطة هذه بكم سعرها الليمتد هذه سعرها 77 700 راح تفرق كشكل سكس بانوراما الداخلي راح يكون فيه رادار شوف ما شاء الله يا اخي شكرا صديق الصيني الله شكرا مسحة التخزير والدخلية والدلع لا اعطي رايك والتخشيب شغل 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 ملكي لون مراتب جاي لونين مخرج مكيف الداخليه الحلوه شغل مرتب هذه تقدر تجربه هذه من ضمن السيارات التجاره تقدر تجربه هذا الشنجان اليوني في سبورت الله يا دلع الله يا دلع ترى انا اكتشفت انه مو ناس يشوفون زي السيارات هذه حسبه كانها سيارات اوروبيه كانها سياره اوروبيه شوف الزول تخيل كل هالفخامه بكم 117 الف ريال 117 شنجان يونيتي سبورت ما شاء الله تبارك حتى الكاش بنشب لهم بعد كاش خليهم يخصمون لكم زول ايش تبون بعد شوفوا بالله طيب تعالوا الحين للتجارب سيارات التجارب اغلب سيارات شنجان تجربه موجوده تبي تجرب هنتر موجود تقدر عن طريق التلفون او عن طريق الموقع تحجز التجربه شنجان اس 95 سي اس 95 شنجان الجديده اليوني اس بعد هذا قد رحت عليها ظهر رحت عليه خط الحائل اذا ما انا غلطان الا اللي رحت عليه
لا 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 ما الظاهر رحت. هذه واحدة اللون فضي رايق، هذه الشنجان اللي شو اسمه الايدو يا اخي دلع دلع. هذه واحد من الشباب حايل هو يسمع معه يونيفي، معه ماشي 100 ألف تخيل، ومبسوط على الموتر مبسوط. شوف والله ما في تحس فرق كبير يعني، هذه اكبر عليها قزوز هذه. ها يا عيني هذه السبورت ما شاء الله. قدم السياره خلي قدم قدم. والله دلع والله دلع، سيارات ومواصفات وسعر وتجربه، وش تبي بس وش تبي يا اخي؟ تنوع المعارض والشركات خلي يعطينا دعسه. ها اقعد اقعد يا الجناح ما شاء الله تبارك الله والله ما يسهل. شوف يونيفي سبورت هذا شباب، حتى البنات ما عندك مشكلة، انت موتر بتاخذه بالسعر هذا رخيص، تصميم يفوز. خلاص بنشوف الداخلية بس ان شاء الله. ام الجناح طلعته الحالة ما شاء الله تبارك الله. عيني اضاءات محيطية مراتب جيم يا ولد يا ولد وش الفخامة. شوف شوف الطبلوه ما شاء الله، هنا 3 شاشات فوق غير الشاشة اللي هنا وغير الدنيا. يا اخي انت موتر تستمتع وتشريه تنبسط له وتكشخبه وسعر معقول وقطع غيار موجود، ايش تبي بالله؟ كل شيء موجود ما شاء الله تبارك. هذول بالنسبه لسياره التجاره. خلوا بوريكم العزل وسكر الباب. تخيل قزاز ما مدبه. والله اذا ودكم تجرب اكتبوا لي. تخيل يا صديقي الماكينه هذه الحين اليوني في نازل منها محركين، المحرك العادي اللي راح يكون 1005 4 سلندر قوه راسه تقريبا 185 حصان. هذه المحرك 2229 حصان. الجير يا صديقي 8 سرعات. هذيك 7 سرعات، يعني في فرق بينه وبين العادية. سعره 98 شامل الضريبة ما شاء الله تبارك الله. يعني انت متخيل جير 8 سرعات، جناح تقدر ترفع تنزله، وزر كاميرا 4 كاميرات، وضعيات القيادة عندك النورمال عندك سبورت وعندك الايكو، وفي هنا سوبر ريس. يعني بالله شوف والله موتر بهالسعر هذا للناس، هذه اللي والله صدق بتقفل ملفات. ما هو اللي تقولونه اللي تقفل ملفات 229 حصان ما هو سهل وقير 8 سرعات يا حبيبي وين؟ لا 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 مو معقول، قيادة شبه ذاتية ودنيا دبرة ما شاء الله وشكل وتصميم 98 ايش تبي بالله ايش تبي يا صديقي؟ اكتبوا لي تحت اذا تبون نمس الحائل انها مغطبه يحصل له مرس اكتبوا لي. طبعا ما نقدر ندخل النفوذ وعليه زوايد وعليه اشياء حلوه حزام برتقالي شغل 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 اقسم بالله شغل. يا اخي اشكرك صديق الصيني اقسم بالله اشكرك يا شيخ. شوف الكفراء الجنط مقاس 17 عجبني ارتفاع الكفر هذا وانا ما جربته معليش جنط 18 وانا ما جربته لكن راح يعطيك راحه 235 على 45. شوف ارتفاع الكفر ارتفاع الكفر هذا ما راح يكون قاسي بالمطر، والكفرات اللي عليه كفرات كونتيننتال. اقول والله اني تحمست بدي اجربه صدق صدق. الموتر مو صحيح. شوفوا عليه زوايا هذه سبورت اللي تفرق عن الماكينه العاديه ال 1000. عندهم بعد الشنجان السي اس 35 هذه يا طول العمر سمارت سعره 73 ألف موديل 2025 كروس اوفر مرتفع مجكلب شباب وبناتي اكثر. وهذا عندك طبعا راح يتوفر هو بعده فئات، هذه الفئه ليمتد سعرها بكم 79 ألف. وبعد عندنا
اليونيكي شفتوه، سي اس 95 كم سعره؟ هذه فئة البلاتينيوم سعره 117. وبعد عندهم بعد اليوني تي، هذا سعره بكم؟ 99. الكاش لهم خصومات. شوفوا هذه العادية، هذا اليوني في العادية اللي مو سبورت، هذه الماكينة 1005، هذا سعره ب 86. وهذا الهنتر، الهنتر عندهم هذه كم سعره؟ هذه هذه ب 94، 94 هنتر دلتا. وهنا الهنتر الابيض هذا كم؟ 1009 الماكينه جيرتماتيك، سعره بكم؟ ب 94. شوف ما شاء الله. طبعا الشباب هنا موجودين ما راح يقصرون معكم، اي احد يجي عن طريق بندر خصم من الكاش لازم تخصمون له، لازم. هنا عاد المكاتب حقتهم، مكان الانتظار. طبعا سكروا الساعة كم الحين؟ 9:30، هم يسكرون الساعة 9، اخرناهم يا حبيبين. هنا عندك حقت الانتظار بالتكي تريح، وهنا شعار شنجان، وهنا المكاتب والحقين المبيعات. ما شاء الله تبارك الله، شغل مرتب. بس خلصنا الغالين، بحط لكم ارقامهم وحساباتهم كل شيء تبونه، وقولوا لهم عن طريق بندر ما راح يقصرون معكم. بالتوفيق للجميع، في امان الله وبحفظ الكريم.